آخر التطورات الميدانية والإنسانية في أرياف إدلب وحلب وحما. كسابق عهدها عادت الخروقات من جديد بين طرفي نزاع في المناطق السورية الخاضعة لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح، لتقطع الهدوء المستمر منذ ما بعد منتصف ليل أمس ولتزهق أرواح مزيد من المدنيين، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا مدفعيا وصاروخيا من قبل قوات النظام على مناطق في بلدتي لطامنة وكفر زيتا الواقعتين في الريف الشمالي لحما، ما أسفر عن ارتقاء مواطن في بلدة كفر زيتا وسقوط جرحى. على صعيد متصل، استهدفت الفصائل العاملة في ريف حما الشمالي بعدة قذائف مناطق في مدينة محردة الواقعة في ريف حما الشمالي الغربي والخاضعة لسيطرة قوات النظام، ما أسفر عن أضرار مادية. في حين وثق المرصد وفاة مواطنة مهجرة من العاصمة دمشق متأثرة بجراح أصيبت بها جراء غارات للطائرات الحربية في وقت سابق على مناطق في مدينة إدلب، ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى 501 على الأقل عدد الذين قضوا وقتلوا في المنطقة منزوعة السلاح بحسب المرصد السوري. وفي التطورات الميدانية أيضا، شهدت سماء ريفي حلب الجنوبي وإدلب الشرقي والجنوبي الشرقي تحليقا لطائرتين حربيتين تركيتين بتزامن مع تسيير دورية عسكرية تركية من نقطة المراقبة التركية في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي نحو النقطة العسكرية التركية في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي، وصولا إلى النقطة التركية في بلدة الصرمان في الريف الجنوبي الشرقي من إدلب. إنسانيا، أسفرت الفيضانات والسيول التي شهدتها محافظتي حلب وإدلب عن خسائر واسعة في مخيمات النازحين وتقطع أوصال عدد من المناطق خلال اليومين الفائتين، ما استدعى استنفارا واسع النطاق من المنظمات الإغاثية والخدمية في المنطقة، حيث أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال 48 ساعة الماضية على مدن وبلدات ريفي حلب وإدلب إلى فيضانات وسيول في مخيمات النازحين، كان أخطرها تلك التي لحقت بمخيمات المرج ببلدة احتيملات وضيوف الشرقية في مدينة الباب ويازيباغ وسجو بالقرب من معبر باب السلامة. وفي منطقة عفرين شمالي حلب، أدى فيضان نهر عفرين إلى فصل مخيم دير بلوط عن مخيم المحمدية وسط غرق معظم الخيام، إضافة لعدد كبير من المخيمات الصغيرة الأخرى في المنطقة. كما أدت السيول إلى انهيار الجسر الوحيد الذي يربط بلدة أطمة الشرقي إدلب بالمخيمات المحيطة بها، إلى جانب قطع الطرقات وشلل الحركة بالكامل في ريف إدلب. معنا الآن حول هذا الموضوع من ريف حماة الناشط الإعلامي محمود الحموي. بعد التحية أستاذ محمود، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان هناك قتلى وجرحى مدنيين بالإضافة لأضرار مادية جراء تبادل القصف جرى بين قوات النظام والفصائل في الريف الحموي، حبذا لو تقرب لنا الصورة أكثر. أهلا بكم أخي الكريم. طبعا ليس هناك تبادل القصف، إنما هناك تصعيد من الميليشيات التابعة للنظام ومن العدوان الروسي، حيث أن القصف لا يكاد يهدأ على ريف حماة، خصوصا على مناطق ما يسمى خط التصعيد، المناطق ما يسمى بمنزوعة السلاح، تقصف من المعسكرات الروسية سواء كان في قرية الكباري أو في المعسكر الروسي الواقع جنوب مدينة حلفاية، وكذلك الحواجز التابعة للميليشيات النظام التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله. طبعا هذا القصف وهذا العدوان متواصل على ريف حماة، الثوار كل 1000 قذيفة يقصفها النظام والمعسكر الروسي على المناطق المحررة، يقوم الثوار بأربع أو خمس قذائف بقصف مناطق النظام، طبعا قصف مراكز التشبيح ومفارز الأمن يضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. اليوم على سبيل المثال، قام الحواجز المتواجدة في مدينة حلفاية بقصف صاروخي على مدينة كفر زيتا، وارتقى شهيد من جراء هذا القصف وسقط 4 جرحى بينهم طفل وطفلة، يعني طفلين سقطوا جرحى من جراء هذا العدوان، هذا القصف من الحواجز التابعة لميليشيات النظام الواقع في مدينة حلفاية بريف حماة الشمالي. وكذلك كان هناك قصف مدفعي من حاجز الشيخ حديد على مدينة كفر زيتا أيضا في نفس التوقيت الذي كانت تتعرض له المدينة للقصف برجمات الصواريخ، تعرضت أيضا إلى قصف مدفعي. إذن كان الحصيلة في مدينة كفر زيتا هي ارتقاء شهيد وسقوط 4 جرحى من جراء هذا القصف، وأضرار مادية في الحقيقة كبيرة في أملاك المدنيين. القصف استهدف منازل المدنيين واستهدف في الحقيقة كل القصف الذي كان اليوم وكل الأيام الماضية، ومعظمه إن لم نقل كله بالكامل، معظمه يستهدف منازل المدنيين.
ويتركز على تجمعاتهم وعلى الأسواق وعلى المراكز، سواء كان مراكز الدفاع المدني، مراكز طبية، مدارس، كل ما من شأنه. لذلك عطلت مع الحياة تقريبا بشكل كامل، إن لم نقل بشكل كامل، شبه كامل في ريف حماة الشمالي وقرى سهل الغاب من جراء هذا القصف وهذا العدوان. يعني أيضا هذا ما في يعني نفس كان التوقيت السؤال التي عن كانت الأوضاع الإنسانية والمعيشية في ظل هذا القصف وفي ظل عواصف مطرية كانت قد ضربت الشمال السوري مؤخرا. تماما اخي، دعني اوضح هذه النقطه تفضل. يعني الصغيره فقط. في التوقيت التي كانت تقصف فيه مدينه كفر زيتا، كانت تقصف فيه مدينه الاطامنه ايضا من الحواجز التابعه لميليشيات النظام، سواء كان في مدينه صوران ومن المعسكر الروسي، وتركز القصف على اطراف المدينه. اذا في نفس التوقيت التي كانت تقصف في مدينه كفر زيتا، في جوارها القريب مدينه الاطامنه، كانت تتعرض الى قصف من سواء كان الحواجز التابعه لميليشيات النظام او من المعسكر الروسي. طبعا القصف الذي يستهدف ريف حماه الشمالي قرى سهر الغاب، في الحقيقة هو دمر كل البنى التحتية في هذه وعطل الحياة. يعني ليس هناك مدارس، ليس هناك منشآت طبية تعمل، ليس هناك أفران تعمل، ليس هناك حتى آبار المياه يستهدفونها، مراكز الدفاع المدني يستهدفونها، يستهدفون كل شيء. في الحقيقة يعني الحياة يعني شبه معطلة، وآلاف العائلات نزحت من ريف حماة الشمالي ومن قرى سهل الغاب من جراء هذا العدوان. وفي الحقيقة في الآونة الأخيرة كما ذكرتم في تقريركم، يعني المعاناة باتت كبيرة جدا في المخيمات. يعني معظم أهالينا والمدنيين الذين نزحوا من ريف حماة الشمالي ومن قرى وبلدات سهل الغاب، نزحوا البعض نزح إلى مناطق أكثر أمنا في ريف إدلب، والبعض كان هناك في الأراضي الزراعية تحت الأشجار، يعني يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وأتتهم هذه الأمطار الغزيرة وهذه السيول. والبعض الآخر توجه إلى مخيمات اللجوء، وكما ذكرتم في التقرير يعني السيول جرفت عشرات الخيام، وكانت هناك سيول وأمطار غزيرة. في الحقيقة يعني المعاناة للذين نزحوا من ريف حماة الشمالي ومن قرى وبلدات سهل الغاب كانت على امتداد الأراضي المحررة، يعني من جبن مدينة اللطامي وصولا إلى مخيمات التي وقع الواقع على الحدود السورية التركية. معاناة النازحين كانت على كل المستويات وبمختلف أشكالها، من سواء كان الذين نزحوا وهجروا في الآونة الأخيرة أو الذين كانوا من قبل يعني قد نزحوا من جراء هذا القصف المتواصل ومن جراء دمار منازلهم واستهداف وتعطيل الحياة في المناطق الواقعة في منطقة خفض التصعيد وما يسمى منطقة منزوعة السلاح. أما الذين هم عالقون، في الحقيقة هناك مئات العائلات أصرت على البقاء في هذه البلدات وهذه القرى، سواء كان في كفر زيتا واللطامي والقرى المحيطة بهما، وكذلك في سهل الغاب. هذه يعني هؤلاء الذين هم عالقون في الحقيقة تحت هذا القصف أصروا على البقاء في منازلهم وفي بلداتهم وفي قراهم، حبا في هذه الأرض وتشبثا بها. والبعض منهم لا يملك مقومات النزوح، ولكن على كل الأحوال على الرغم من هذا القصف الشديد ومن هذا العدوان السافر ومن هذا التصعيد، هم يعني صامدون في منازلهم. ومعظمهم في الحقيقة يعني عند بدء القصف وعند غالبا ما يكون القصف في الحقيقة يعني عنيف في ساعات محددة، ويهدف في الساعات التي يشتد فيها القصف، ينزلون إلى الأقبية وإلى ما يسمى بالكهوف، يلجؤون إليها تحصنا من هذا العدوان، سواء كان القذائف المدفعية أو القذائف الصاروخية، على حد سواء من كانت من المعسكر الروسي أو من الحواجز التي تتبع إلى كل ميليشيات النظام. فيما يخص المخيمات الواقعة في الريف الحموي بالتحديد أستاذ محمود، سؤال أخير حول هذا الموضوع، هل قدمت أي منظمات أو أي جهة العون والمساعدة للنازحين في المخيمات في ضوء العواصف المطرية؟ أخي الكريم، بالنسبة للنازحين الذين نزحوا من ريف حماة الشمالي والذين هم في جوارها القريب، كل المجالس المحلية سواء كان مدينة كفر زيتا، القرى سهل الغابة، معظم المجالس المحلية أعلنت هذه القرى وهذه البلدات هي بلدات منكوبة بكل المعايير، وأن معظم أهلها نزحوا. يعني هم في حالة في الحقيقة في حالة معاناة قبل هذه العاصفة المطرية التي أتتهم في الأيام القليلة الماضية، هم في معاناة كبيرة من جراء ما تعرضوا له من عدوان في المناطق التي نزحوا منها. ولكن المخيمات التي لجأوا إليها والمخيمات أو الأماكن التي نزحوا إليها، في الحقيقة لم يعني هناك غياب تام، في الحقيقة لم نقل تام، شبه تام يعني، عن هذه المخيمات وعن أماكن النازحين الذين نزحوا إلى هذه المناطق. المنظمات الإنسانية يعني لا، ربما تكون في غيبوبة في الحقيقة حيال ما يجري لأهلنا النازحين ولهؤلاء المدنيين.
الذين فروا من هذا الظلم ومن هذا الطغيان ومن هذا القصف الحقيقة الغير معقول الذي يستهدفهم في الليل والنهار، يعني على مدار حتى في ساعات المتأخرة من الليل هناك قصف مدفعي وغالبا ما يكون من المعسكر الروسي. إذن في الحقيقة الذين نزحوا يعني إلى المناطق القريبة من ريف حماة الشمالي والواقع في ريف إدلب، يعني ربما استقربوا هذا المكان ووجدوا في هذا المكان شيئا من الأمن والأمان، أو على الأقل أكثر أمنا من المناطق التي هم فيها. في الحقيقة لم يصلهم شيء، يعني في الكثير منهم لم يصلهم شيء على الإطلاق. يعني على أنا في بحسب معرفتي أن المخيمات والأماكن التي نزح إليها النازحون لم يصلها شيء على الإطلاق، لا أدري إن كان هناك القليل طيب. منها وصلهم الشيء القليل القليل. طيب أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات الناشط الإعلامي محمود الحموي، حدثتنا من ريف حما. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى إدلب القريبة من حما، ومعنا من هناك مراسلنا حازم الشامي. حازم مساء الخير. نعم مساء النور. حازم، أيضا بحسب المرصد القصف عاد ليتجدد في منطقة إدلب وأريافها بالإضافة لأوضاع إنسانية متأزمة، إليك حازم وآخر التفاصيل. نعم حقيقة زميلي، لربما نشاهد منذ قليل أن قوات النظام المتمركزة في العديد من النقاط في محيط المناطق التي تسيطر عليها الحصان المسلحة كنقطة قرية أبو عمر، كانت تستهدف بلدة تحتاية أو قرية تحتاية بالمدفعية الثقيلة. أيضا قذائف سقطت على مدينة خان شيخون، كان مصدر القصف من المعسكر الروسي. طبعا كانت هي تستهدف المناطق السكنية، 17 قذيفة سقطت على المنطقة دفعة واحدة، في ظل يعني أن القصف طال المناطق التي تقع في ريف حماة الشمالي. أيضا تسبب حقيقة القصف إلى مقتل شخص وجرح آخر جراء القصف على الأحياء السكنية في مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. طبعا لربما هذا المشهد الميداني في ريف إدلب الجنوبي طبعا لا يوجد أي جديد حتى هذه اللحظة، كما ذكرنا هي منطقة خان شيخون وأيضا قرية تحتاية فقط التي تعرضت اليوم للقصف من قبل قوات النظام. طبعا لو انتقلنا إلى الوضع الإنساني لربما نلاحظ حالة الفيضانات كبيرة تطال مخيمات ريف إدلب الشمالي، وخاصة يعني المخيمات التي تتواجد على الحدود السورية التركية. وجهت جميع المخيمات المتواجدة في أقمة في مخيم حوران الواقع بين مناطق سرمدة وأدانة، وجهوا نداءات إلى المنظمات الإنسانية بضرورة التوجه إلى تلك المناطق التي يتواجد بها مخيمات عشوائية للنازحين، إن كانت من المناطق التي هجرت قسريا أو إن كانت من المناطق التي تعرضت للقصف في الآونة الأخيرة في أرياف حماة وإدلب. طبعا إلى هذه اللحظات يعني تم نقل بعض الخيم من مكان إلى آخر نتيجة الفيضانات التي حصلت، وإلى هذه اللحظات حقيقة لازال هناك فيضانات تجري في تلك المخيمات. بالمقابل لو انتقلنا يعني إلى محافظة حلب، وجه أهالي مخيم ضيوف الشرقية في مدينة الباب شرق حلب نداء استغاثة ومناشدة عاجلة بسبب غرق الخيم بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في تلك المنطقة مساء أمس. بالمقابل يعني لو نلاحظ أن هناك أو لو نلاحظ أن فريق منسقو الاستجابة السورية طبعا أصدر بيان طبعا بأحوال المخيمات على الحدود السورية التركية، ناشد من خلالها جميع المنظمات العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة وخاصة يعني المناطق الحدودية بضرورة توجه جميع المنظمات لتخفيف المعاناة وتأمين المدنيين، وأيضا يعني لربما تجاوز الأضرار التي تحصل في المخيمات، وأيضا يعني يجب عليها التخلص من هذه الكارثة التي تتكرر لربما بشكل مستمر. وأيضا يعني لربما نلاحظ أن جميع المخيمات التي في هذه الأونة تتعرض للفيضانات هي مخيمات عشوائية بالتحديد، يوجد مخيمات حقيقة لربما منظمة تتعرض للفيضانات لكن أكثر المخيمات التي تتعرض لتلك السيول تلك لربما نقول المعاناة هي مخيمات عشوائية غير منظمة من قبل المؤسسات العاملة في شمال سوريا. طبعا أيضا يعني فريق منسقو استجابة سوريا طالب جميع المنظمات بضرورة تجنب جميع الكارثة الإنسانية التي تحصل مع كل هطول للأمطار في شمال سوريا وبالتحديد يعني على الحدود السورية التركية. طيب حازم، بحسب مصادر إعلامية يعني أكثر من 500 مخيم تعرض للغرق
جراء العاصفة المطرية مؤخرا في الشمال السوري. هذا ما يدفعني لأسألك، من يتابع حالة المخيمات المزرية في هذه الأثناء؟ طبعا لربما نلاحظ يعني انه جميع المنظمات العامله في شمال سوريا هي لم تنسق العمل بشكل موحد من اجل يعني عندما يكون هناك اي مخيم يحصل به اي كارثه انسانيه ان تتوجه هذه المنظمات الى هذا المخيم. حقيقه كل مخيم يعني يوجد منظمات اخرى تدعم هذا المخيم، منظمات اخرى تدعم المخيم مثلا كمخيم أطمة. لا يوجد طبعا فريق أو نستطيع نقول لربما تجمع موحد للمنظمات تستطيع أن تقوم بالاستجابة السريعة للمخيمات التي تحصل بها الفيضانات. طبعا إلى هذه اللحظات يعني لربما نلاحظ أن جميع الأضرار هي أضرار مادية التي حصلت في المخيمات، لكن كما ذكرت لا يوجد أي تجمع، لا يوجد أي لربما نقول جهة هي تتبنى جميع الفيضانات وأيضا جميع الأضرار التي تحصل مع النازحين على الحدود السورية التركية. طبعا يوجد بعض المنظمات تتوجه بشكل سريع إلى تلك المخيمات لتدارك الكارثة الإنسانية لتأمين المدنيين على الأقل، وأيضا يعني من أهم تلك المؤسسات يعني عدا المؤسسات الإغاثية وأيضا المؤسسات التي تدعم المخيمات يوجد الدفاع المدني مباشرة يتوجه إلى تلك المخيمات لإخراج المدنيين بشكل سريع لعدم طيب. حقيقة لربما سقوط أي ضحايا نتيجة الفيضانات التي تحصل. طيب ماذا عن الحالات الصحية الطارئة والإصابات جراء هذه العواصف في مخيمات حازم، إلى أين يتم نقلهم؟ طبعا مباشرة الدفاع المدني لربما ينقل إن كان هناك إصابات إلى المشافي المتواجدة في أطمة في المناطق الأخرى في كل منطقة. حقيقة يوجد مشافي إن كانت ميدانية أو إن كانت مشافي لربما نستطيع أن نقول بأنها نقاط طبية، مباشرة يعني إن كان هناك إصابات يتم نقلها من قبل الدفاع المدني. أيضا يعني طبعا الأضرار عندما تكون يعني مادية يقوم الدفاع المدني بمساعدة الأهالي في المنطقة لربما إما نقل الخيام من مكان إلى آخر أو حتى يعني إعادة ترميمها من جديد في المنطقة ذاتها. طيب سؤال أخير حزم، يعني رغم أن المعاناة التي تحدث الآن في مخيمات النزوح في الشمال السوري ليست بالجديدة وليست بالطارئة، يعني كل سنة هناك غرق للمخيمات جراء العواصف المطرية، بحسب اطلاعك على الواقع المعاش اليوم في ريف إدلب وهذه المخيمات، لما لا يتم وضع خطة طوارئ لمواجهة أي عواصف كعلى سبيل المثال نقل مكان المخيمات أو رفعها وما شابه ذلك؟ طبعا زميلي لربما نلاحظ في الآونة الأخيرة انتشرت المخيمات العشوائية بشكل مكثف. مثل هذه المخيمات لا تدعمها أي مؤسسات تعمل في شمال سوريا، هذه المخيمات تشكلت نتيجة حركة النزوح التي حصلت سابقا في ريفي إدلب وحماة. نزح هؤلاء أهالي المناطق إلى الحدود السورية التركية، شكلوا هذه المخيمات العشوائية. بالمقابل يعني لربما جميع المؤسسات العاملة في شمال سوريا لا تستطيع أن تقول أو أن تقوم بعمل لربما مع منظمة أخرى لدعم المخيمات في شمال سوريا وعلى الحدود السورية التركية. لربما هذا الشيء هو زاد من سوء أو من سوء الكارثة الإنسانية في الشمال السوري. طبعا يعني إلى هذه اللحظات المدنيون هم من يطالبون بضرورة تشكيل يعني لربما يعني تجمع للمؤسسات يستطيعوا لربما نقول استجابة سريعة لهؤلاء المخيمات المتواجدون في الحدود السورية التركية، وأيضا يعني المخيمات العشوائية يعني لربما هذه المؤسسات يجب عليها هي أن تقوم بالخروج إلى هذه المخيمات وأيضا يعني ضمها ضمن مخيمات منظمة تدعمها هذه المؤسسات على الحدود السورية التركية لعدم يعني لربما تخفيف من المعاناة التي تحصل مع كل يعني حضور للأمطار في شمال سوريا وخاصة على الحدود. يعني إلى هذه اللحظات لربما المدنيون هم من يطالبون بضرورة عمل المؤسسات بشكل موحد في شمال سوريا، لكن إلى هذه اللحظات لا يوجد أي شيء من قبل المؤسسات العاملة في شمال سوريا. طبعا يعني أيضا منذ قليل لربما تواصل معي أحد الأشخاص المتواجد في مخيم حوران، يعني قال لي إلى هذه اللحظات المدنيون في المخيمات يقومون بإخراج المياه من خيامهم، وإلى هذه اللحظات يوجد بعض الأشخاص نقلوا من مكان إلى آخر ولم يتم إنهاء إلى هذه اللحظات لربما عمل المدنيين في نقل مخيماتهم من مكان إلى آخر. لربما مثل هذه الأعمال تقوم بها هي المؤسسات العاملة في شمال سوريا لتجنب لربما أو لتخفيف من معاناة المدنيين بعد أن عاشوا ليلة من الأمطار وأيضا من السيول.
طيب فيما يتعلق بما تسمى بحكومة الإنقاذ الواجهة التابعة لهيئة تحرير الشام الإرهابية، ألم يكن منها هناك أي تدخل حيال هذه الكوارث؟ طبعا إلى هذه اللحظات لم يكن هناك أي تدخلات من قبل حكومة الإنقاذ العاملة في شمال سوريا، ولا ربما تدير معظم المناطق أو معظم المؤسسات العاملة في المنطقة، لكن إلى هذه اللحظة لا يوجد أي تدخلات من قبل حكومة الإنقاذ. بالمقابل يعني لربما إن كان هناك تدخلات بالفعل لمساعدة المدنيين والمخيمات، فلربما تكون هذه الخطوة مقدمة من المؤسسات العاملة في شمال سوريا وهي على صلها مع حكومة الإنقاذ المتواجدة في محافظة إدلب. أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات، مراسلنا من ريف إدلب حازم الشامي. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام لنهاية الوقت المخصص لحديث اليوم، شكرا لكرام المتابعة، إلى اللقاء.